صباح الخير من القاهرة والناس، نشرة صباحية جديدة إليكم أبرز عناوينها: مواجهة الإرهاب بين مصر والاتحاد الأوروبي، موغيريني: نركز على مستقبل المصريين، تصعيد المنامة ضد الدوحة: حديث الصحف العربية، نبوءة نتمنى أن تتحقق، صنع بفخر في مصر بجامعة عين شمس، الزيارات الملكية البلجيكية في التحرير، فيسبوك وتويتر وجوجل في الكونغرس بسبب روسيا، الطقس معتدل على معظم الأنحاء. وإليكم تفاصيل النشرة. اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع يونس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد على أهمية زيادة التنسيق بين الجانبين لمواجهة تداعيات الإرهاب، حيث أوضح الرئيس أن زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن الملفات الإقليمية يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الأزمات القائمة بالمنطقة وفي مقدمتها الإرهاب وتداعياته على أمن الشرق الأوسط وأوروبا. كما أكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي في ضوء ما يربطهما من تعاون وثيق في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في بروكسل خلال يوليو الماضي، واعتماد وثيقة أولويات التعاون بين الجانبين. هذا وكان سامح شكري وزير الخارجية قد بحث مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار عددا من الملفات الاقتصادية، كون الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر وأحد الشركاء الأساسيين في عملية التنمية، فيما أكد يوهانس هان أن مصر تعد الدولة الصديقة والأهم بالنسبة للاتحاد، كاشفا عن تقديم دعم لمصر بقيمة 500 مليار يورو، فضلا عن الدعم الذي قدمه الاتحاد ووصل إلى 11 مليار يورو. وكان يوهانس قد وقع اتفاقيتين ماليتين مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم قطاعات الصحة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى برنامج قيمته 60 مليون يورو لدعم مصر في معالجة تحديات الهجرة. فيما قالت فيدريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنها تركز على مستقبل المصريين من خلال أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأنهم يؤمنون بأن التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية خاصة حينما يتعلقان بالشباب والمرأة يمثلان الأساس نحو النمو المستدام والاستقرار في مصر والمنطقة، لذا فإننا نؤكد عليهما كأساس قوي لشراكتنا في إطار دعم جهود مصر نحو إصلاح اقتصادها لتحقيق النمو المستدام الذي يشمل الجميع. وعودة مرة أخرى لمواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط، حيث اهتمت الصحف المصرية والعربية بما أعلنه الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين أنه يعتذر عن عدم حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الرباعي العربي. وكان نبيل الحمر المستشار الإعلامي للملك قد قال عبر حسابه على تويتر إن الملك يؤكد أن قطر مارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون وأثبتت أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون، قائلا إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم. توقعات نتمنى تحقيقها. فقد كشفت الدكتورة شيرين صباغ رئيس وحدة السياسات الاقتصادية بوزارة الصناعة أن هناك مؤسسات دولية تتوقع دخول الاقتصاد المصري ضمن أفضل 30 اقتصادا بالعالم بعد 8 أعوام من الآن، وهي نبوءة تتجاوز مخطط الحكومة نفسها التي تستهدف تحقيق ذلك بعد 13 عاما استنادا لرؤية مصر عام 2030، مشيرة إلى أن نتائج الإصلاحات بدأت تظهر بالفعل، حيث تراجعت الواردات بصورة كبيرة إلى جانب ارتفاع الصادرات، وهو ما أسهم في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 33%. هذا وتتفق تصريحات رئيس وحدة السياسات الاقتصادية بوزارة الصناعة مع ما قاله يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، الذي أكد أن نتائج قرارات الإصلاح الاقتصادي أصبحت ملموسة للجميع، حيث أصبح هناك استقرار في أسعار الصرف
وتعززت موارد البنوك وعاد الارتفاع في تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة 40% قائلا بالأمس خلال المؤتمر السنوي الثاني بعنوان إصلاح مسار التجارة الخارجية إن هناك إجراءات لم نستطع في فترات سابقة اتخاذها على الرغم من أهميتها حتى واجهنا الحقيقة بعد الثورة وتوقفت الحركة السياحية التي كانت وراء نمو الاحتياط النقدي في الفترات السابقة. ونبقى مع التوقعات الإيجابية، فقد توقع عماد عبدين سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية وصول سعر كيلو السكر لسبعة جنيهات ونصف مع بداية العام المقبل في ظل انخفاض سعره العالمي منذ 10 أيام، إضافة لكثرة المعروض محليا ووجود حالة من التنافس بين القطاعين العام والخاص والمنتجين والمستوردين، موضحا أن مصر تستورد حوالي 60% من احتياجاتها من السكر، لافتا إلى اقتراب موسم حصاد البنجر وقصب السكر في شهري يناير وفبراير المقبلين، وهو ما سيؤدي لوفرة المعروض. تنظم صباح اليوم جامعة عين شمس معرضا تحت عنوان صنع بفخر في مصر في نسخته الثالثة تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، وذلك في إطار دعم الجامعة للصناعات الوطنية وتشجيعا للمنتج المصري، فضلا عن توفير المنتجات المتنوعة للطلاب والموظفين بجودة عالية وأسعار تنافسية. وفي السادسة مساء يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار بالمتحف المصري بالتحرير معرض صور تحت عنوان 150 عاما من الزيارات الملكية البلجيكية لمصر بحضور سيال دي كارتير سفير بلجيكا بالقاهرة، ويعقب المعرض حفل استقبال للضيوف، ويضم المعرض مجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية التي ترصد تاريخ العلاقات المصرية البلجيكية طوال ما يقارب قرن ونصف من الزمان من خلال تتبع زيارات للملوك والملكات لمصر وحرصهم على زيارة الآثار والمتاحف المصرية. ورياضيا، ينضم الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء في تمام السادسة مساء اليوم بمقر الاتحاد بالمنيل مؤتمرا للإعلان عن تفاصيل البطولة الأفريقية للألواح الشراعية التي تقام لأول مرة في مصر خلال الفترة من 27 من نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل بمدينة راس سدر بجنوب سيناء. ويحضر المؤتمر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إلى جانب حضور رئيس اتحاد الشراع عمرو أبو سعود. في الولايات المتحدة، يدلي اليوم عدد من المديرين التنفيذيين في شركات فيسبوك وتويتر والفابيت المالكة لجوجل بشهاداتهم أمام جلسة استماع تعقدها لجنة قضائية فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي تحمل عنوان سبل مكافحة وتقليل حجم الدعاية الروسية والمحتوى المتطرف على الإنترنت بشأن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة. وحذر تقرير مجلس حقوق الإنسان بالمنتدى الاقتصادي العالمي من أن شركات التكنولوجيا تغامر بمواجهة إجراءات حكومية قد تحد من حرية التعبير ما لم تقم بدور أكثر فعالية في إدارة نفسها بحسب وصف التقرير. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا على معظم أنحاء الجمهورية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية. أما الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة. نشرتنا الصباحية انتهت، نتمنى لكم صباحا مشرقا ويوما إيجابيا، وإلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.